Salam alaikum wa rahmatullah. Mes apprentissages en français, al-qism al-khamis. Dars d'aujourd'hui, ou un lexique, safha 14 ou 15. L'unwan de dars wa l'ordre alphabétique ou tartib al-huruf al-abjadiyya. En langue française, bien sûr. Donc, on va commencer par la grâce d'Allah. Ce que je sais, أي التعلمات السابقة أو المعارف السابقة. Écris ton prénom, يعني الاسم الشخصي ديالك. De quoi il est composé? غتشوف دوك الحروف اللي كيتكون منها الاسم الشخصي ديالك. مثلا اسم محمد مثلا. هو متكون من M O H O O A M E D هكذا. Dis les lettres de l'alphabet que tu connais. A, B, C, D, E, F, G et la akhiri. Comment sont rangées les lettres de l'alphabet? L'alphabet français. Elles sont rangées par ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F, G, إلى آخره, إلى Z. Les lettres sont rangées par ordre alphabétique. هذا هو الجواب ديال السؤال 4. وهذو هما الألفابي. الألفابي. Faites attention, بزاف الناس يقولوا واحد الخطأ شائع كيقولوا لي زالفابي. لا, الألفابي. Je manipule et je réfléchis. Soit le wul de combien de lettres l'alphabet est-il constitué? هنا غادي تحسبهم. راه غتلقى 26. L'alphabet est constitué de 26 lettres. يعني تتكون من 26 حرفا. سؤال رقم 2. Relève dans l'alphabet les voyelles. هنا كاين عندنا l'alphabet فيهم les consonnes. وفيهم لي فوايل يعني الحروف الساكنه والحروف المتحركه. الحروف المتحركه هما هادو ا او اي او اي غريغ وهادو كيتسموا لي فوايل. وما تبقى فراهما كيتسموا لي كونسون. هادي كومون تابيل طون لي زوتر لتر يعني كنسميو دوك الحروف اللي بقاو لي لتر. لا لتر هو الحرف كيتسموا لي كونسون. دابا كيل سون لي لتر comprise entre comprise même la comprise يعني توجد بين G و M. ها هي G عندي هنا و M عندي K L G K L M يعني عندي la lettre K و la lettre L. Quelle lettre se trouve avant F? Avant هي قبل قبل F غنمشيو ل F و lettre هنا عندي avec S يعني au pluriel. مشي لا لتر اف وكيتواجدو قبل منها ا ب س د ا حتى الاف يعني عندي خمسة ا ب س د ا. maintenant je construis la règle. complète pour construire la règle avec les mots. عندك لي مو كونسون 26 الالفابي فوايل ك دبليو كي دي ديكسيونير الفابيتيك. هنا ما عندك مشكل غادي تحط الحرف اللي ناقصك ا بي سي دي مهم الى اخره ك جي دبليو الى اخره. الالفابي كومبورت 26 لتر يعني تتكون ولا تحتوي على 26 حرفا. الالفابي est rangé, الحروف الابجدية est rangé, rangé يعني مرتبة dans cet ordre alphabétique. ولا هذه بلاش ما يمكن هي زايدة هنا هذه 20 consonnes يعني 20 حرفا ثابتا هما ب س د اف جي الى اخره. وعندي 6 لي فوايل اي سي اي سي فوايل. لي فوايل راح لقناهم ا او اي او اي غريك. Dans un dictionnaire, dictionnaire, ou d'accord, qui est le mot معجم.
les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique. يعني ملي كتمشي للديكسيونير راه الكلمات كتلقاهم مرتبين بان اوردر الفابيتيك بادي من ا حتى لزد وكذا. وحنا غادي نشوفوا ان شاء الله في الدروس السابقه كيفاش كيكونوا مرتبين وكيفاش نلقاهم. اذا امر الى الصفحه المواليه الصفحه 15 جو مونترين. يعني السؤال او التمرين الاول اكري لا لتر كي سوي او كي شنو كيتبعها اف ام كيتبعها ان تي يو كيو ار Y, W, P, Q, W, X, G, K, L, M, B, C. يعني شنو كيتبعهم؟ إكري لا لتر كي بريسيد. هنا كي سوي اللي تالي كي بريسيد التي تسبق. يعني هنا سي شنو كيسبقها؟ كيسبقها B, O كيسبقها N, G كيسبقها I, H كيسبقها J, I كيسبقها H, T كتسبقها S, L كتسبقها K, V كتسبقها U, R كتسبقها Q و Z كتسبقها Y. يعني الحرف الذي يسبقها والذي يأتي قبلها. السؤال الثالث range les syllabes dans l'ordre alphabétique. احنا ماشي لي حروف عندنا لي سيلاب. دابا عندي هنا با ما جا سا غا با لا رونج. يعني كنبداو ملي كنبغيو نرتبو كنرتبو بالحرف الاول. شكون اللي كيسبق هنا؟ عندي ب كتسبق ام كتسبق جي كتسبق ا اس كتسبق ار كتسبق ب كتسبق ال. هنا ما كنديهاش في الحرف الثاني كنديها في الحرف الاول. هنا ب كنشوف داك اللي شفنا عندي في الصفحه 14 داك الترتيب الابجدي لوغ الفابيتيك وكنرتب. شكون اللي كيسبق؟ كتسبق ام كتسبق تبع جي كتسبع ال كتسبع ام كتسبع ب كتسبع ار وكنرتبهم كما يلي. نفس الشيء هنا ما كنشوفش في الحرف الثاني كنشوف الحرف الاول. فوقاش كنشوف الحرف الثاني حتى كيكون عندي نفس الحرف الاول. مثلا كيكون عندي هنا بي وهنا بي عاد كنشوف الحرف الثاني. الا عندي هنا او او كنشوف الحرف الثالث وهي غادا. بالنسبه للثالثة او الترتيب الثالث هو كذلك. يعني كنشوفو فقط هنا كنشوفو في ترتيب ديال الحروف الابجديه وكنرتبوهم. امور الان جو مي فالي رانج لي مو دون لورد الفابيتيك اوبسيرف لا بروميير لتر. يعني علاش كنقول لك هنا كيما في الديكسيونير كتشوف لا بروميير لتر. عندك سبور بوليتيك كوميدي ار. يعني شكون لي لا بروميير لتر؟ الحرف الاول اس، عندي الحرف الاول بي، الحرف الاول سي، الحرف الاول ا. شكون اللي كيسبق في هادو كاملين؟ ا. اذا ار هي الاولى، تليها سي كوميدي، تليها بي بوليتيك، ثم الكلمه الاخيره هي سبور. نفس الطريقه اجيب على الكلمات المواليه كارير اتود اوريجين اي بروفيسيون. يعني هنا كتشوف عاوتاني الحرف الاول في الكلمه وكترتب. ثانيا رانج لي مو دون لوردر الفابيتيك اوبسيرف لا دوزيام لتر. علاش هنا كنشوفوا لا دوزيام لتر؟ لحقاش لا بروميير لتر كلهم عندهم بي. اذا كندوز لا دوزيام لتر. هنا او، هنا او، هنا ال، هنا ار. شكون اللي كيسبق؟ كتسبق او. او كتسبق او كتسبق ال وكتسبق ار. اذا بيرسوناليتي هي الاولى، تليها ال بلاس. يعني هادي ال كتسبقها عاوتاني هادو. وعندي بوليتيك ثم بريستيج او بريستيجيو كما هي مكتوبه لديكم بريستيجيو. كوني سيلبر شامبيون كارير نفس الشيء. عندي سي 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 سي. اذا امر الحرف الثاني او او اش ا. اذا هذه الاولى ا كارير لان ا هي اللي كتسبق. ثم تليها او سيلبر، ثم تليها اش شامبيون، ثم اخر كلمه هي كوني. امر الان الى التمرين رقم 3 وهو التمرين الاخير. شوازي ان دي مو انتر بارونتيز يعني بين قوسين pour compléter la liste en respectant l'ordre
الفابيتيك، يعني تكمل لا ليست بتختار من هذه الكلمات اللي اونتر بارونتيز، مي تحترم داك الترتيب ديال الحروف الابجدي، الترتيب الابجدي يعني لوردر الفابيتيك. عندي هنا باتيمون باتير التي تليها يخص يكون فيها تي، اذا ها هي باتيس، ولكن هنا عندي او موراها او، تنشوف عاوتاني شكون اللي كتالي اي، يعني هذا ترتيب. كذلك هنا شودغون، ايضا في هاد الكلمه ديكسيونير ديريجي دير، يعني تتليها، يعني هنا كنشوفو اون فونكسيون ديال هاد لا ليتر اللي موراها لي مور اي، هي اللي كتحدد لينا الكلمه. ايديال ايدي ايدونتيك ايدونتيتي، هذا كل ما لدينا في هذا الدرس. نشكركم على حسن المتابعه، ونتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.